كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توريد القمح هو الأهم حاليا، وكل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، واجه مدبولي بتدليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين، مشددا على أن يتم التعامل بحسم مع عمليات الامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح. وخلال الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، موجها بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة.